كنشكركم كإعلاميين على تتبعكم دائم الأنشطة الثقافية اللي كتدوز في الجهة. وكما كنعرفوا اليوم حنا كنتبعوا العرس اللي هو افتتاح المهرجان الجهوي للكتاب على الجهة التاسعة في المكتبات في دورته الثالثة. كما كنعرفوا أن كنشوفوا هذه الدورة هذه غنية جدا لأنها من حيث العارضين ومن حيث التنظيم ديالها ومن حيث كذلك حتى البرنامج الموازي اللي ديالها اللي كنشوف بانه برنامج غني جدا واللي الفعاليات ديالو غتنطلق ابتداء من غدا ان شاء الله. كنوجدوا فيه تقريبا واحد 20 قراءه وتوقيع لكتب جديده لابناء الجهه بصفه عامه الاقليه تمثيل في الاقاليم الاربعه واللي كلها كتب جديده يعني ان كتب جديده انها الطبعه ديال 2014. بالاضافه كذلك كنوجدوا واحد 8 ديال الورشات في التشكيل في الراس في القراءه في الحكايه في الخط العربي. كذلك كنوجدوا جوج ديال الندوات وطنيه حول القراءه الاميه بصفه عامه وحول التكنولوجيا والخدمات اللي كتقدم بها جانب الكتاب. وكذلك هذا المعرض هذا تميز بإضافة جديدة وهي معرض ديال المخطوطات اللي قاموا به واحد المجموعة ديال المالكين ديال المخطوطات في الإقليم خصوصا في منطقة منطقة الرشيدة وهذه المنطقة الغنية بالتراث المخطوط ديالها واللي الآن كنشوف أنه تقريبا معنا واحد 160 مخطوط وهذا ماشي سهل. كاين جوج ديال المالكين في انتظار أنه غادي يلتحقوا بنا واحد 5 أخرين إن شاء الله. كذلك هناك المعارض ديال المجسمات الفراعنه اللي كتصدموا وزاره الثقافه بالتعاون مع السفاره المصريه. وانتم كتعرفوا بان هذا المعرض هذا عنده واحد القيمه كبيره اللي تسجلات في الجانب التاريخي ديالها وكذلك في الجانب الاثري المعنوي والمادي ديالها. وحنا كنشوف بان المعرض اللي استضافته بعض المدن الكبرى والان كيحط الرحال في مدينه كرسيف كمرحله اخيره في الهجره ديالو من بعد كل من الدار البيضاء والرباط وفاس وهذا يدل على شيء فيدل على ان كاين واحد الاهتمام من طرف وزاره الثقافه ولا من المسؤولين ديالها بهذا الاقليم هذا الفتي. وكنتمناو انه يكون عندنا حسن الظن وكنتمناو هذه الدوره تبقى النجاح ديالها كما كان بالنسبه للدورتين السابقتين في الماضيه. وشكرا.